دكتور زهير صاحب، يعني هذا من اهم الاسماء راح يكون موجود، اللي اثرت علي ومرت في حياتي راح يكون موجود توقيع كتابه، راح يكون موجود، هو راح يقدمني يعني. يعني راح تروح حتى بصفتك خريج هذا القسم بالضبط، يعني اضاف لك الكثير هذا القسم ام كل ما هنالك انه اعطاك اساسيات في الرسم؟ والله هو هي بدا الخطوات الاولى بدات هنا في الاكاديميه. انا درسني فائق حسن الرسم، يعني درسني كاظم حيدر، اسماعيل الشيخلي، ووليد شيت، ذول يعتبرون من كبار الرسامين في العراق. يعني هل حقا ادخل اليك الان من اوسع الابواب؟ انني مدعو للاحتفاء بتوقيع كتاب، كتابي جله الوان ونساء وحياه واغتراب، كليه الفنون واحه في عالم اخر تبتعد كثيرا عن الصفات العامه للامتحان والدرس والاساتذه والطلاب. ذكرتني فايق حسن، انتبه لك كرسام او كطالب تختلف عن البقيه؟ اي وقتها نعم، لان درسني الانشاء، يعني الاخراج او الانشاء اللوحه، يعني الانشاء. وانتبه حين كنا نرسم الطبيعه، نذهب للطبيعه نرسم، ذهبنا في سفرات متعدده لشمال العراق وفي الجنوب، وفايق حسن كان معنا وبعض الاساتذه والطلاب المميزين في قسم الرسم. فانتبه لي، لان كل مجموعه كلها كانت تطلع مع لوحاتها ترسم الطبيعه، وانا ابقى امام الفندق ارسم واجهه الفندق. انا احب المدن، وكنت يعني احب الواجهات واليافطات. فهو انتبه الى شخص مختلف بالحقيقه، يعني مختلف، وارسم الطبيعه بشكل تعبيري ايضا، كانت مو واقعي، يعني مو احاكي الطبيعه نفسها، ارسمها بطريقه عجائن وكثافه باللون. كنت تحب الفائق حسن؟ طبعا تحبه كفنان ام كاستاذ؟ انا احبه كفنان، اي فنان بالعراق يحب فايق حسن كفنان، بس انا احبه كاي يشبه الوالد، يعني والدنا او ابونا او استاذنا. ما الذي يثير اعجابك في لوحات فائق حسن؟ فائق حسن تقنيته، اللون مالته، استخدامه للون، يعني ماستر صراحه، يعني رسام واقع. يعني تدعوني انه بما انه ذكرت انه الطبيعه كنتوا ترسمون الطبيعه انتم فائق حسن، شنو رايك انه ادعوك انه الروح يملا وحد فائق حسن في ساحه الطيران؟ واذا كنت هناك وعندك الستاند ولوحة وفكرت ترسم، ايش ترسم؟ ارسم، احاول ان ارسم امرأة. امرأة هي ترسم امرأة في مركز بغداد في ساحة الطيران، تكون هناك الذكورية طاغية في هذه المنطقة. يعني احاول ان اجد معادل للخراب او للاشياء اللي تحثها المرأة. المرأة هي ايضا بغداد. اي مرأة ترسم؟ المرأة اللي تكلمنا عليها قبل قليل، اللي هي تشبه بغداد أو اللي هي تمثل بغداد. أقول لك استيقظ، جئتك من أوروبا إلى هنا، أحمل معي الألوان. أقول لك انهض، ستستفيق على رائحة زيت الكتان، ستبقى كبخور يملأ المكان. أقول لك الآن، بل أقول شيئا آخر، أقول لك المكان، طيران، أقول لك الكون أم اللون، لا أدري، لا أعرف، كل الاحتمالات مفتوحة إلى أقصاها. شنو شعورك وأنت تقف أمام جدارية فائق حسن أو بجوارها وفي هذا المكان العام في ساحة الطيران أنت ترسم؟ رد فعل الناس أكيد راح يستغربون، الناس تستغرب أنه شخص يرسم في هذا المكان. طبعا ما حد يفكر انه اني راح اكيد اول جمله اقولها استاذي العزيز، استاذي الكبير فائق حسن، ها انا عدت اليك. يعني ممكن ان تقف امام لوحه او جداريه فائق حسن وتتحدث بهالطريقه؟ ممكن جدا، بشكل مباشر. استاذي مباشر طبعا. ارسم في الشارع، في ساحه الطيران، يا لها من دعوه، اكثر من شعور يداخلني. لست خائفا ومربكا من الشارع، بل أنا كذلك من ملهمي ومعلمي فائق حسن.
أقف عند جداريته ولا أعرف ماذا أفعل، أقرأ الفاتحة أم أقول عاشت إيدك يا معلم، تسلم إيدك يا أستاذ؟ بل قل له ألا لون بعدك، لكننا نحاول، والخيل عطشة أقفلت مدبرة بعد طول سراب، لندق لقبرك باب. ونسألك يا فائق أين وضعت فرشاتك؟ بحثنا عنها طويلا، هل تثق يا فائق حسن بفرشاة بين أصابع الكاوش سيرسم امرأة عراقية سحنة ودم، بضربة فرشاة سيجعل من أناملها للظامئين فراتا ويم، هي الخنساء على الابتلاء صابرة لا تتكلم، يا كاووش أرسم عراقية بلا رتوش بلا نقوش ألوانها وجع وهم، تنادي العراق مستصرخة أنا أم أنا نصف أنا للجائعين خبز وفم.
ترجمة نانسي قنقر.